هاك روح الدكان يبتل ماي بسرعة. إن شاء الله ماما. لا تتأخر. الوي. كريم يا كريم. هاك نسيت أقول لك بخبز. يلا روح بخبز وتعال بسرعة. إن شاء الله ماما. لساعة انطرك انا جبت الماي والخبز من الدكان؟ ايه خلاص بابا. ايه ها روح بيت بابا وادي هاي يلا. اوكي بابا. نسيت اعطيك هذه وقدمت ابوي بعد مرضاني يلا. يبتنا وديها علي وريني. ايه وش قاعد تقول؟ لا بابا يبي فلوس بترول. بترول؟ اليوم عبيها فول انا. بابا انا كم مرة روي يجي روي يجي روي يجي ما يخلص بترول؟ اي لا يخلص يلا. والله فلوس وفين. انا شنو اسوي الحين؟ حبوبي وين؟ كريم يا كريم. هنا بابا ما شفت حبوبي ما زهايمر. لا بابا انا ما يشوف ما شفته. لا حول. هاك هاك راتبك فكني منك بابا. ها هي بس واحد صغر انت اتني شهر ما انت ما عندي ايش اسوي بس هل عندك كريم مسوي الحادث شنو اسوي الحين؟ كلمك انا بابا ما في انا انت سوي ده انت نسيت؟ يمكن حبوبي ما كلتهم. لا حول. نور. نعم بابا. ما شفت حبوبي مال الزهايمر؟ بابا انا ما اعرف انا ما اشوف انا مسكين انا ما اعرف. خلاص تصحين. ياه قمت المستشفى عندي موعد اليوم. بابا ما في اليوم بكره. لحول بعد. بابا انت الحين ما ياتي ماش. ما اعطيتك اليوم اعطيتك. لا ما ياتي. صدق؟ متاكد؟ اكيد. انا ما لهم شلون ياخذ 2 شهر ماش ينقطع فلوسي راحت فلوسي. انت سويت الحادثه هذا حبوبي وين؟ سندارة سندارة. نعم شوف هاي باقي فلوس. تعال انا ما اعطيك 500 ريال. انا يستري واجد اكرات. صدق؟ اي زين. كرتون دياي ب 100 ريال وكيلو طماط ب 4 ريال كم صار المجموع؟ ها لازم اكون فاتوره. نعم بابا. هاك روح الجمعيه جيب الاغراض اللي ناقصه. اوكي ان شاء الله. كريم جيب معك فاتوره. فاتوره؟ ما في مشكلة. هاي زيادة 20 ريال. هاي زيادة 15 ريال. هاي 20 ريال. يلا. بابا. ايه ايش تبي؟ باقي فلوس. والفاتورة؟ ايه اوكي يلا. هاي باقي مال جميع. هاي لاندري. دكان. بات تبي فاتورة ها؟ كريم يا كريم تعال صلح المكيف خرب ما ادري فيه لفظة عادي. بابا ايش اقول انا ما في مالو. جيب نفر مكيف اسهل. ليش ما يبي له شيء؟ وانت ايش قاعد تسوي؟ ما تسوي شيء. ما يسوي شيء؟ ايه انت يقدر واحد اليوم انا شغل؟ اكون مكانك. يلا عاد دخل مع المدرسه وينكم؟ بعد دكتور انا مأخركم. ياه وين اختك بعد؟ شيل حوشتي صار عود. ياه شلون الواحد يرام هني يا المكان ضيق وين المطعم؟ الو ما في مطعم. هاي اكل مال انت. صدق كريم هاي ما يكفيني انا يوعان. بابا شنو في؟ لا لا خلاص يبي نفر مكيف. يلا واحد اليوم ما يقدر ها ورنا نركب مكيف. اعطوني سكار عندي بس بستان. اقول لك المدارس قريب بتفتح وهالولد استخف من هاللعبه هذه. شو اسوي؟ ليش خليته من صح ونخليته استخف زياده؟ لا تسمعني. ايه انت استخفيت رسمي؟ خلاص خلي اللعبه عندك. يلا روح عندك. يلا روح. ياه thank you.
وافوز. شنو يا بيال؟ والله اني نتم اللعبه يا ولد. تعال ها وقت غداك ها بالعافيه. شوف 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 சரியான சந்தேக பேரலி கூட شنو مواصفاته؟ شعره طويل وسيم لونه برازيلي. هذه المواصفات اللي طلبتها من كريم وقالي خلاص ترشلك. اقول الحق الحق عليه يخطفون عيال الفريج. قوم. اي والله. افا عيال برازيلي وشعره طويل ها؟ حسيت انا الغلطان اللي اعتمدت على كريم. الحمد لله على السلامة. ها؟ بحيث ما تتكلم عربي؟ لا حول. اقول تصرف معاه خبز خبزتي يرف لك ليه. ها بشر عسى اهل دري واللي جديد زين. وين زين؟ كلمتين عربي على بعض ما يعرف. عربي ما عليه بيتعلم مع الوقت. الا قل لي يعرف يسوق ولا لا. صدقي ما سالته. الحين بطلع معه بشوف. علو عسى. انت تعرف تسوق؟ ها؟ بدل ملابسك تعال معي. ها؟ كبره كبره تشنج. تبشر. ها؟ زين زين اوكي اوكي. اربط حزامك بلاك. ها اضرب الشارج بلاك. ها وقف وقف وقف. الله يذكرك بالخير يا كريم. ها هاك جيب الاغراض الناقصه من الجمعيه اعطيه حق كريم خليه يجيبهم. ويسم الله عليك ايش فيك؟ رد لك الزهايمر. كريم مسافر. لا حول. الله يعيننا الحين. لازم اعلم ذي بعد على الجمعيه. كريم سيري كتب عليهم اول ما يوصل شكل سيارة جيب جميع واحد اليوم يتنزل من مرته اول يوم من شغل شعوة. هذا اي تقص علي انا. ها 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 سمعتك انا. يلا شيل اغراضك على طول المطار. يلا انا لا اقول اقول انا لا اقول انا وعيني وانا نمبونا انا كنت اقصد انا كنت اقصد انا كنت اقصد انا البطاقة الفريدة. هاي في مكسرات ولا بدون؟ بدون. بالعافية. وأخيرا استخدمتي كمل سنة في الكبد. هي خشيت حق رمضان. أصبر شيك للحين ما أذن. على الأقل بشوفه بشم جوعان. شو تشم شغال في جناح الأثر أنت؟ أصبر ما باقي شيء على الأذان. على الأقل ما أعرف شنو باكل. كل هذا خلطة ورق عنب. ورق عنب كثر ليش؟ عازم الفريج أنا. طبخت لك ذيك الطبخة. يحبها قلبك زين. سمي مش نسوي
ايه ايش قاعد تسوون؟ يلا روحي للغراض بالسياره يلا. يوبا. ها ها ايش فيكم يوبا؟ في واحد يبيك. ما تبي فوكك؟